بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن معجزة جديدة في سورة محمد في القرآن. سورة محمد عليه الصلاة والسلام، هناك سورة في القرآن اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والعجيب أن حروف اسم محمد عليه الصلاة والسلام تكررت في هذه السورة بطريقة عجيبة. فحرف الميم تكرر 223 مرة في هذه السورة، وحرف الحاء تكرر 23 مرة، وحرف الدال تكرر 35 مرة. دعونا نكتب الحروف وتكرارها. مثل ما تكلمنا في السابق، الميم أول حرف وهو تكرر 223 مرة، وثاني حرف حرف الحاء تكرر 23 مرة، وحرف الميم حرف الثالث مثل ما تكلمنا في السابق تكرر 223 مرة، وحرف الدال تكرر 35 مرة. المذهل أن مجموع هذه الحروف هو لو جمعنا الأرقام التكرار وهو 223 مرة و23 و223 وزائد 35 يساوي 504، وهذا العدد من مضاعفات العدد 63 كما يلي: لو ضربنا 8 ضرب 63 يساوي 504. هل تعلمون ماذا يعني العدد 63؟ طبعا الكل يعرف أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم توفى وهو عمره 63، ونتساءل هل هذه مصادفة أم دليل على صدق هذا النبي الكريم؟ والله أعلم.